السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن حال وصحة وسلامة. في فيديو اليوم إن شاء الله نحضر معكم تحلية أو حلى بارد وكيجي ساهل وسريع، كيتحضر خلال 5 دقائق. المكونات جدا بسيطة ومتوفرة في كل بيت. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات. بالنسبة للمكونات نحتاج إلى موزة، حبة موز، ملعقتين من النشا، الى نصف لتر من الحليب 500 ملي من الحليب، والى 7 حبات من التمر منزوع النوى، وكيس من سكر فانيلا او فانيلا مع السكر. كنجيبو كاس المطحنه او الكاس اللي كنطحنوا فيه العصير، كنوضعوا فيه التمر، كنزيدوا عليه الموز، حبه الموز، والحليب، وكنطحنوا المكونات مع بعض. كناخذوا طنجره او كاسرول، كنوضعوا فيها نصبوا فيها الخليط اللي طحنا، من الخليط اللي طحنا، كنزيدوا ظرف من الفانيلا، ملعقتين من النشا، وكنودوها على النار حتى كيغلي وكيتكاتف لينا. كنستمر بالتحريك، كنحركو حتى كنحصلو على خليط كثيف. كما كتشوفوا الخليط هنا بدا كيغلي وصبح شكله سميك اي كثيف. بهذه الطريقه غنطفيو عليه النار وغادي يكون جاهز. كناخد كؤوس التقديم وكنوضع فيهم الخليط. بسم الله، وهذا هو شكلهم من بعد ما وضعتهم في كؤوس التقديم. دابا ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا لينا ويتماسكوا، ونشوفكم مع شكلهم النهائي. وهذا هو شكل التحليه من بعد ما كتبرد لينا، كنخرجوها من الثلاجه غنزينها معكم. بالنسبه لطريقه التزيين كتبقى اختياريه، كتزينوها باي حاجه متوفره عندكم. ممكن توضعوا حبات من التمر من الفوق او حبات من الجوز اي القرقاع. انا غنوضع قليل من البسكويت في الأطراف، شكل التحلية كتجي لهذا الشكل من بعد ما كنزينوها. بهذه الطريقة وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى التحلية تكون نالت إعجابكم، وما تنسوش اللايك إذا عجبكم فيديو اليوم، وكذلك إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.